ونبدأ نشرتنا الرياضية مع فريق الأهلي اللي فاز على فريق يانج أفريكانز التنزاني بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعتهم على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. وبالفوز ده يأتي الأهلي في صدارة مجموعته برصيد 12 نقطة، بينما حل يانج أفريكانز في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، ليصعد الفريقين إلى دور الثمانية عن المجموعة الرابعة. وفريق فاركو حقق فوز مهم على فريق البنك الأهلي بنتيجة 2-1 في المباراة اللي جمعتهم على استاد الماكس ضمن الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدوري المصري نعيل الممتاز. وبيحتل فريق فاركو المركز 16 بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 10 نقط، وتوقف رصيد فريق البنك الأهلي عند النقطة الـ12 محتل المركز الـ15. ومحمود عماد لاعب وسط نادي فاركو حصل على جائزة رجل مباراة فريقه أمام البنك الأهلي بعد اختيار رابطة الأندية المصرية المحترفة بعد مساهمته في الفوز. فريق سيراميكا فاز على فريق المقاولين العرب بنتيجة 2-0 في المباراة اللي جمعت الفريقين على استاد عثمان أحمد عثمان في الجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدوري المصري. وارتفع رصيد سيراميكا إلى النقطة 21 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، بينما يتجمد رصيد المقاولين العرب عند النقطة الثامنة في المركز الـ17 وقبل الأخير. أحمد ياسر ريانا مهاجم سيراميكا حصد لقب رجل مباراة سيراميكا والمقاولين، وده بعد ما أحرز هدف تأكيد الفوز لفريقه في المباراة. كمان في الدوري السعودي حسم فريق الهلال كلاسيكو الكرة السعودية بالفوز على نظيره اتحاد جدة المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري أحمد حجازي بنتيجة 3-1، وده على ملعب المملكة أرينا لحساب الجولة الـ22 من منافسات الدوري السعودي. وبيتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 62 نقطة وبفرق 9 نقاط عن النصر صاحب الوصافة والمركز الثاني، فيما يتواجد الاتحاد في المركز الخامس بترتيب الدوري برصيد 37 نقطة وبفارق نقطتين عن التعاون صاحب المركز الرابع. النجم الأسباني إبراهيم دياز حصد جائزة أفضل لاعب في شهر فبراير مع نادي ريال مدريد الإسباني بعد تألقه اللافت مع الفريق الملكي، وبعد خوض 6 مباريات مع الفريق الملكي سجل خلالهم هدفين وقدم أداء قوي. المسؤولين في نادي بايرن ميونخ الألماني أنهوا إجراءات تفعيل بند الشراء في عقد إعارة الإنجليزي إيريك داير المعار من توتنهام الإنجليزي. وأكدت صحيفة ذا أتلتيك على أن اللاعب إيريك داير أتم كل الالتزامات التعاقدية والمطلوبة لتحويل إعارته إلى بايرن ميونخ الألماني إلى انتقال دائم في الصيف، وده بعد ما دفع بايرن رسوم إعارة بقيمة 4 ملايين يورو لتوتنهام. كمان في الدوري الألماني تعادل بايرن ميونخ مع فرايبورغ بنتيجة 2-2 في المباراة اللي جمعتهم امبارح في افتتاح مباريات الجولة الـ24 من الدوري الألماني. بالنتيجة دي رفع بايرن ميونخ رصيده الـ54 نقطة في وصافة جدول ترتيب الدوري الألماني، وخطف باير ليفركوزن المتصدر برصيد 61 نقطة، بينما ارتفع رصيد فرايبورغ للنقطة الـ30 في المركز التاسع. في الدوري الفرنسي تعادل باريس سان جيرمان مع مضيفه فريق موناكو بدون أهداف في المباراة اللي جمعتهم امبارح على ملعب لويس الثاني في افتتاح مباريات الجولة الـ24 من الدوري الفرنسي. بالنتيجة دي عزز باريس سان جيرمان صدرته لجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 55 نقطة، متفوق بفارق 12 نقطة عن أقرب ملحقي فريق بريست الوصيف برصيد 43 نقطة، بينما رفع موناكو رصيده لـ42 نقطة في المركز الثالث.
في الدوري الإيطالي حقق إيسي ميلان الفوز على فريق لاتسيو بهدف نظيف في المباراة اللي جمعت الفريقين على ملعب الأولمبيكو في افتتاح مواجهات الجولة 27، وده من مسابقات أو من منافسات الدوري الإيطالي للموسم الحالي 2023-2024. بالنتيجة دي رفع ميلان رصيده ل 56 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما توقف رصيد لاتسيو عند 40 نقطة في المركز التاسع. مشاهدينا، خلصت نشرتنا الرياضية، ومرة تانية نرجع لمحمد وباسانت نكمل معهم فقرات. شكرا لك يا لميا.